المرض اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده هو مرض عند ناس كتير قوي مننا، عند اهالينا وعند اخواتنا وعند اولادنا، لازم نهتم بيه علشان نقدر نساعدهم. طيب نهتم بيه ازاي؟ نهتم بيه ان احنا نعرف تأثير المرض ده على العين. المرض ده اللي هو مرض السكر. طيب مرض السكر يأثر على العين ازاي؟ اول حاجة هنبتدي بيها هي العوامل اللي بتخلي السكر يأثر على العين. لو انا قاعد في العيادة ودخل عليا مريض، المريض ده عنده سكر بقاله 3 شهور وسكره 600، ودخل عليا مريض تاني السكر بقاله 20 سنة وسكره 100، اي حد هيقول لك اللي سكره 600 اكيد مش شايف كويس. تمام، الكلام ده مش هو القاعدة. اول حاجة بتأثر على السكر، او معنى صح اول حاجة بيأثر بها السكر على العين، واول عامل مهم هو المدة. يعني المريض اللي عنده سكر بقاله فترة طويلة ده بيتأثر اكتر بكتير من المريض اللي عنده سكر بقاله فترة قصيرة. طبعا ده ما يغنيش عن ان معدلات السكر بالدم حاجة مهمة، يعني المريض اللي كمان بقى السكر بتاعه مش مظبوط ده هيتأثر اكتر واكتر. يبقى احنا اول حاجة لازم نعرف ان السكر بيأثر بالوقت، تاني حاجة بيأثر بمعدلات السكر بالدم. طيب هيأثر ازاي؟ اول جزء لازم نعرف ان السكر ده مرض بيأثر على الجسم كله مش على العين بس. يبقى انا المريض اللي عنده السكر انا محتاج معاه 3 دكاترة مهمين جدا: دكتور الباطنة اللي بيظبط له السكر، وياريت كمان يبقى واخد دايما باله من الكلى بتاعت المريض لانها بتتأثر، ودكتور المخ والاعصاب او دكتور الاعصاب الباطنة اللي بيتابع الاعصاب لان السكر بيأثر بشكل كبير جدا، ودكتور العيون وخاصة المتخصص في الشبكية لان السكر بيأثر على الشبكية اللي احنا لسه قايلين حاجات كتير نقدر نعوضها، لغاية دلوقتي مش قادرين نعوض ولا الشبكية ولا العصب البصري بشكل كامل. تمام؟ طيب هيأثر ازاي؟ السكر لما بيأثر على العين بيأثر على العين بشكل كامل مش لازم الشبكية بس. يعني لما نيجي على القرنية هي العدسة الأمامية، هو بيأثر حاجة اسمها الإبيسيليوم اللي هي الطبقة الخارجية أو القشرة الخارجية، يخليها ضعيفة، ممكن يشتكي دايما من حرقان، من شكشكة ساعات بتيجي وتروح. ليه؟ الطبقة دي بتدي يحصل منها بعض القرح البسيطة قوي 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 تأثر عليه وتحسسه ان هو في حرقان او شكشكة بسيطة في العين. تمام، ودي ليها علاج بسيط ان شاء الله. ممكن يأثر على القرنية ويعمل عتامة في القرنية، ممكن يأثر على العدسة بتاعت العين ويعمل فيها عتامة، وساعتها بنسمي الموضوع ده المية البيضة. ممكن يأثر على العين ان هو يرفع ضغط العين، في كلمة صعبة قوي لما بنقولها والناس بتزعل منها قوي اللي هي المية الزرقاء، هي كلمة صعبة بس هو ده عشان اسم اكتشفوه زمان قبل ما الطب يتقدم، زي المية البيضة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ليه سميناها مية بيضة؟ زمان ما كانش في اجهزة تخلينا ندخل جوه العين نشوف التفاصيل، فكان المريض بيتأخر جدا، فبصوا على واحد نظره عمال يضعف، لقوا بعد فترة النين الاسود ده ابتدى يبقى ابيض. ابيض ده يعني ايه؟ يعني ظهر مية بيضة ده في نظرهم، لكن هي كانت القصة ان الالياف بتاعت العدسة ابتدت تعتم زي ما شعرنا بيبيض كده، وابتدى الموضوع يزيد بالتدريج لغاية ما ابتدت تبقى في حاجة اسمها مية بيضة زي ما هم سموها ساعتها. احنا ما بنستناش للمرحلة دي دلوقتي. ليه؟ الناس ابتدى الطب يتقدم، هم بيكشفوا على نفسهم بشكل يعني دوري، وابتدى الموضوع يبقى اسهل والحمد لله بيتعالج بدري عن كده. طيب بالنسبه للميه الزرقاء كانت قصه كبيره ان الضغط العين يعلى لغايه ما ابتدى ياثر على القرنيه، فابتدت القرنيه تشرب ميه، فما شربت ميه ابتدى يظهر لون ازرق على العين فسمت ميه زرقاء. لكن ان شاء الله الناس اللي بتتابع ما بيحصلش الكلام ده دلوقتي، فكلمه ميه زرقاء لما حد يسمعها ما يتخضش، دي معناها ان هو عنده ارتفاع في ضغط العين. يعني ايه؟ زي ارتفاع ضغط الدم، لما واحد بيعرف ان عندي ضغط ما بيتضايقش، لكن لما بيسمع كلمه ميه زرقاء بيتضايق. فانت اعرف انها ارتفاع في ضغط العين. الارتفاع ده ممكن يبقى بسيط جدا، درجه او درجتين، بتاخد له قطرتين ثلاثه والموضوع بيتحل ان شاء الله من غير عمليات الا لو انت اهملت. يبقى تاني، كل المواضيع دي ان شاء الله باذن الله ليها علاج وليها اكتشاف مبكر دلوقتي، بس المهم ان انت تكتشفها بدري، ما تجيش في الاخر، لان لو قريت كده السكر من الامراض اللي بيكتب كده اكتر مرض بيعمي في العالم، كلمة تخض جدا وتزعل، وانا معاكم، بس تزعل
لما انت كمان تسيب نفسك، يعني ما تسيبش نفسك لغايه ما توصلك لكده. ابتدي انت، انا عندي سكر، اعرف الاعراض، اقرا عن المرض، اروح لاقرب دكتور عندي. دكاتره موجودين والاجهزه بقت كويسه جدا وموجودين في كل حته، في العيادات والمستشفيات الحكومه والمستشفيات الخاصه. الموضوع سهل، بس انت لازم تقوم تتحرك ولازم تبتدي تعمل حاجه اسمها فايت مع السكر، يعني انت لازم تحارب السكر. طيب نرجع تاني، ممكن ياثر على القرنيه، ممكن ياثر على العدسه، ممكن ياثر على الجسم الزجاجي. يعني ايه ياثر على الجسم الزجاجي؟ يعني الجسم الزجاجي احنا قلنا ده جل شفاف، لو حصل فيه نزيف بيبتدي ان الجل ده يتصبغ. مش لازم يحصل النزيف بشكل كامل، ممكن يحصل نقطه، يعني يبتدي يقول لي انا عندي نقطه سمراء قدام عيني. وساعات لو هو مركز قوي ولا قدر الله يكون ده اعتلال شبكي تكاثري وعمل نزيف، يقول لي انا شايف نقطه حمراء بتتحرك. لا دي كترت شويه، مش كل نقطه بتشوفها قدام عينك هي مشكله من السكر. ساعات ده بيبقى حاجه اسمها الذبابه الطائره اللي سببها فيسيولوجي. يعني ايه فيسيولوجي؟ يعني انت حضرتك عينك سليمه لكن كبرت شويه في السن، فالجسم الزجاجي ما بقاش كله زجاجي، زي شعرك ما بيبيض، بقى مش كل شعرك اسود، ابتدت فيه شعر او اتنين تبيض. نفس الكلام ده بيحصل في الالياف بتاعت الجسم الزجاجي، ممكن واحده او اتنين او تلاته او اربعه. فتبتدي تشوف ايه بقى؟ تبتدي تشوف نقطه سوداء. احنا دلوقتي اتكلمنا عن تاثير السكر على القرنيه والعدسه والجسم الزجاجي، عاوزين نتكلم عن تاثير السكر بقى على الشبكيه، بس الكلام ده ان شاء الله من الحلقة الجاية. سلام عليكم.